Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama al-ihtifal bil yawm al-alami lil lughati al-arabiyyah marratan ukhra yawm amsi sabtu as-samina ashar ديسمبر 2021. الهدف الرئيسي للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هو زيادة الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافتها وتطورها. بدأ تحديد يوم 18 ديسمبر باعتباره اليوم العالمي للغة العربية من قبل اليونسكو في 18 ديسمبر 1973، ثم أصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية السادسة للأمم المتحدة. اللغة العربية هي واحدة من أكثر اللغات انتشارا في العالم، يتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص يوميا. ينتشر استخدام اللغة العربية بشكل شائع في المنطقة العربية، ومع ذلك في بعض المناطق المجاورة أيضا يستخدم الكثيرون اللغة العربية. يمكن أن يحدث انتشار لهذا اللغة لأن اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في القرآن الكريم ولغة ترديد الصلاة في الإسلام. اللغة العربية من اللغات التي لها يوم خاص، وهي اليوم العالمي للغة العربية، حيث في هذا اليوم يقدر الناس في جميع أنحاء العالم ويحتفلون بوجود اللغة العربية باعتبارها جزاء مهما من تطور العالم. عرفت اللغة العربية في هذا العصر بالتواصل بين الحضارات، وهذا يدل على أن اللغة العربية لها دور كبير في الحضارة العالمية. بالطبع، لأن اللغة العربية قادرة على ربط التواصل بين البشر من مختلف مناطق في المجال الدولي. في عصر الرقمنة الحالي، تستطيع اللغة العربية نقل المعرفة وعلاقتها المختلفة، خاصة في خلق السلام العالمي، والعربي فخورون جدا بذلك. ومن السمات الأخرى للغة العربية أنه ثبت أن اللغة العربية يمكن أن توحد جميع المسلمين في العالم، لأن اللغة العربية هي أيضا لغة القرآن الكريم. يتعلم العديد من الأجناد اللغة العربية ليس فقط من بين المسلمين، ولكن أيضا من غير المسلمين الذين يتعلمون اللغة العربية غالبا، لأننا نعلم جميعا أن اللغة العربية مرنة جدا في التعليم وجميلة عند التحدث بها. توجد عدة كلمات عربية لها معاني جميلة من القرآن الكريم، لذلك يجب على أولئك الذين ما زالوا يمنحون الفرصة لدراسة اللغة العربية أن يتحدثوا وأن يفترحوا بحبك اللغة العربية، الحب الذي لم نتمتع به لجمال ودقة النطق في اللغة العربية تجعل كلمتان تبتسم في وجود القرآن. دعونا نكرس حبنا وشغفنا للغة العربية، لأن العديد من الامتيازات العظيمة لكل شخص قادر على فهمها. كفى نقاس حول مميزات اللغة العربية. أنا سيدهر ديانتي، طالبة متخصصة في اللغة العربية وأدابها في كلية أصول الدين وأدابها في جامعة سلطان مولى الحسن ببنتن. أتمنى لكم عيدا عربيا عالميا سعيدا. 2021، اللغة العربية هو جسور الحضارة، وباللغة العربية يمكننا قهر العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.